من الفيديو فيلم زي ما تقول بيقول لك الفرق ما بين الرئة اليمين والرئة الشمال كله صح إلا ماشي إن الرئة إن الرئة الرايت لانج يعني هاز تو لوبس، لا هي هاز ثري لوبس، هاز ثري لوبس غلط برضه، هي هاز تو لوبس عشان الليفت عندها اتنين لوبس. قلنا أكتر من مرة الليفت مزنوقة يعني مضغوطة بالهارت، فهي عندها اتنين لوبس مش ثلاثة، أما دي ما فيهاش هارت ولا حاجة مرتاحة الرايت كده عندها ثلاثة لوبس. تمام، افكرك المعلومه تاني، فاكر بالنسبه للكدني كنت الكدني الرايت نازله شويه عن الليفت، هم في نفس الحجم بس هي نازله شويه في المكان عشان الليفر ده نجح برضه الرايت، يبقى الليفر هيزنج الرايت كدني ينزلها لتحت شويه مش يغير حجمها، اما الهارت هيزنج الليفت لانج بس يغير حجمها يصغرها ويخليها تاخد 2 لوبس بدل 3 لوبس. طيب وانا شرحت صلى الله. المهم about the length of the body or arc through itself، بالنسبة للمستويات التشريحية كله صح إلا نقول لك transverse plane ده divide the body، طبعا الترانزفيرس فوق وتحت أبرندلي ولا تحت الميد ساجيتال، الميد ساجيتال، الميد ساجيتال يعني الساجيتال اللي هو بيخليك right and left، plane divide the body into right and left equal، صح equal فعلا عشان هو ميد. تمام، هو بيقول لك ميد سيجيتال منتصف السيجيتال. طب السيجيتال العاده هي سيجيتال وخلاص، بلينز ديفايد ذا بودي ان تو رايت اند ليفت ان ايكوال، ايوه صح. طب واحد يقول لي معنى ايكوال وايكوال ممكن اقول عليها سيجيتال، بص لو كان ايكوال قول عليها ميد سيجيتال، اما لو ان ايكوال قول عليها سيجيتال. طب الكورونال، الكورونال ده اللي يدي لك انتيريور بارت اوف يور بودي اند بوستيريور بارت اوف يور بودي، يخليك وش وظهر يعني، اللي هو يجيبك اثنين كده يدخل عليك من جنبك يخليك نصك اللي من قدام ده في ناحيه وظهرك في ناحيه ثانيه، فاهمني؟ فاهم؟ طيب الكورونال بلين ديفايد ذا بودي انتو ميديال اند لاترال بورشن، يخليك ميديال ولاترال، يعني ميديال ولاترال بمعنى ايه؟ ميديال ولاترال بمعنى على الجنب اليمين وحاجه قريبه من الميديال بارت اوف ذا بودي وحاجه من اللاترال بايد، يعني خليك سايد تو سايد. لا ما ينفعش يعني العبط ده، اصلا هي ميدياليه ولا تراليه؟ يعني نخليك نصفين زي السجيتال، لا السجيتال اللي هيعمل ميديال بارت ولا ترال بارت. تمام، اما الكورونال ده هيعمل لك انتيريور وبوستيريور. طيب اللايف سايكل اوف سيل از كونسيست اوف انترفيس اند سيل ديفيجن، يعني ده مقالي على فكره اكمل، يقول لك اللايف سايكل اوف ذا سيل، والله اللايف سايكل اوف ذا سيل consist of مثلا consist of ايه الانترفيس اند مايتوتيك ديفيجن اند سيل ديفيجن، حط معاه في اي حاجه. طب بيقول لك البلازما ميمبرين، اقول له البلازما ميمبرين مثلا consist of two lipid bilayer مثلا اند بروتين اند كربوهيدرات، او ممكن اقول له السيل كوت اند الاكسترنال سيرفيس، وفي سيل كوت في الاكسترنال سيرفيس بتاعتي اللي هو سلايكو ليبيد، يعني سلايكو بروتين، سلايكو ليبيد سلايكو بروتين اللي هم السيل كوت الزوليكوكس يا دي از اكسترنال سيرفيس، ايوه يعني بس اتكلم الاجابه هنا مش معناها. طيب بيقول لك الكروماتين كومبوننت اوف البروتين بيتكون من نيوكليولز، غلط طبعا هو ما كتبهاش الاجابه، الكروماتين بيتكون من بروتين بلس دي ان ايه، بروتين زائد دي ان ايه يدي كروماتين. طيب الكروماتين مش تيد، معلش نرجع للسؤال ده ثاني، الكروماتيد بالدي اخره دي اللي هو الكروماتيدا الواحده دي اللي بتدخل في تركيب الكروموسوم اللي بتكملها هيدي كروموسوم، دي بتتكون من دي ان ايه وبروتين. اما الكروماتين، الكروماتين كومبوننت اوف الكروماتين بيتكون من ايه؟ لو النيكليولس كنت اقول هي بتتكون من كروماتين، بس الكروماتين بيتكون من، اقول له الكروماتين يتكون من بروتين، يبقى الكروماتين كومبوننت اوف كروم او اوف بروتينز او امينو اسيد امينو اسيد. طيب الستيم سيلز از، الستيم سيلز دي عباره عن ايه؟ بقول له سيلز which can differentiate to any type of cells in the body، خلايا تقدر تروح وتتغير وتتحول لاي نوع من الخلايا، cells which can او that can differentiate، تقدر تتميز to any type of cells in the body. انا كاتب لك هو cells can proliferate and differentiate، عادي يعني بس اجابه مختصره، خلايا تقدر تتميز وتقدر تتجدد.
فعلا صح، بس ديفرنشيتو ايه؟ ما تكتب لي اني تايب اوف سيلز، تبقى الاجابه كامله. ويتش اوف ستراكشر الاورجانيلز يعني لوكيتد ميزوفيليك، ميزوفيليك الراف البلازميك ريتيكولم، فعلا ميزوفيليك ايوه، لانه هي ميزوفيليك علشان هي حمضيه اصلا، عليها الار ان اي اللي هو الريبوسومات الار ار ان اي، فالبيز تيجي عليها تحبها فتبقى ميزوفيليك. طيب النيكولاس از، النيكولاس النواه يقول لك انكلوزد ان نيكولار انفولي، عشان تحوطها بالنيكولار انفولي ينفع، اقول له برضه كونسيست اوف نيكولار انفولي ان نيكليولا، او تحتوي على كروماتين كونسيست او كونسيست اوف كروماتين فموزر تايبس اوف ليبت اور ار ان اي، او تحتوي مثلا كونسيست اوف دي ان اي اند ار ان اي اند بروتين، يعني نتكلم عن النيكليولا براحتك، او كونسيست اوف جيناتيك ماتيريال تحتوي او تتكون من الماده الوراثيه. وات از ذا ليميت ريزوليوشن، الحد بتاع الريزوليوشن بتاع الميكروسكوب اقول له سمول ديفرنس بتوين تو ثينجز بيلو ازاي ابيرس وان ثينج، ثواني كده ذا سمول ديفرنس اصغر مسافه ما بين حاجتين تقدر انت تشوفهم حاجه واحده، لا دي غلط، اللي مجاوب دي مجاوبها غلط، يبقى ذا لارج ديفرنس، لا هي بص الاجابه الصح تقول له كده دوار في مايكروسكوب تو ديستنس فاين ديتيلز، تمشي دي اللي هي الماجنيفيكيشن وتمشي تمشي ريزوليوشن برضه، يبقى هي الاجابه رقم دي، الاجابه دي اللي هي دوار في مايكروسكوب عشان يلاحظ الفاين ديتيلز، انا قلت لك ديتيلز يعني ريزوليوشن تمام، وفاين ديتيلز يعني قوه الريزوليوشن، ما كل ما تزيد الريزوليوشن بتاعك كل ما يدي لك رقم اقل كل ما هو يقدر يزيد ديتيلز اوضح او ديتيلز اكبر تمام، فهي الزاوده بتاعت الصوره بتاعتك، فهي ذا سمول ديستنس بتوين تو ثينجز بلو ازاي ابير تو ثينجز مش وان ثينجز، هي العبط ده يعني تو ثينجز عشان اقدر اقول ان هي ماشيين صح ماشي، او اقول هي عادل باور اوف مايكروسكوب دي ديتيلز بس عشان ما تتلخبطش معايا في الماجنيفيكيشن اللي احسن ما اشيل 1 دي واحط 2. طيب which of the following is true about الميتوكوندريا، فين السؤال اصلا؟ تروح about الميتوكوندريا، مفيش سؤال هنا لسه مش عارف انا عايز ايه هو، يعني ايه الحقيقي على الميتوكوندريا؟ ايه اللي حقيقي على الميتوكوندريا؟ عايز ايه يعني؟ طيب بيقول لك زي مرسل ماس، الانر سيل ماس ان بلاستوسيست، البلاستوسيست اللي بيحصل لها امبلانتيشن دي اللي بتتكون في الفيرست في السيفنز داي في اليوم السابع كده او بعد اليوم السادس بعد الماريولا بعد التوتيه يعني، كان ديفرنشيت انتو ايه؟ بص بس سيبك من الكلام اللي انا قلته خالص، الانر سيل ماس اوف بلاستوسيست دي اصلا ستيم سيل تقدر تحصل لها ديفرنشيشن ان تو اول تايبس اوف بودي تيشو صح، اونلي وان تايب اوف سيلز ان برين، برين مين يا بابا؟ ده انت اللي عايز برين، سيبك من دي خليها اول تايبس اوف بودي تيشو. طيب واتس ذا فولوينج از نوت ا سيل انكلوجن بيجامين، يعني مش بيجامين، سيل انكلوجن مش بيجامين، نوت سيل انكلوجن بيجامين، الزولايكوجين تنفع وسيل انكلوجن حلو بس مش بيجن، بس السؤال ده مفتوح يعني ممكن اجيب الار بي سي مش بيجن، ممكن اجيب لي على بيجن ينفع الزولايكوجين او الزولايكوجين اي حاجه. ان ويتش فيز كروموسوم از سنجل كروماتين، في انهي مرحله الكروموسوم بيبقى سنجل كروماتين؟ في الجينوم بيبقى سنجل كروماتين، ان اكروسنتريك اكروسنتريك يعني طرفي الاتصال اكروسنتريك كروموسوم السنترومير از، السنترومير از لوكيتد نير ذا تيرمينال اند، ايوه فعلا ده عند التيرمينال اند لوكيتد، او ممكن اقول له لوكيتد تو ذا اند، لوكيتد تو ذا اند السنترو السنترومير لوكيتد تو ذا اند مين؟ الاكروسنتروسوم او الاكرو سنتروميك كروموسوم، كان ليها صورة كده ممكن اوريها لك، بص هوريكم صورة مع بعضينا كده ماشي. فاينل اجزاء اللي احنا حليناه ده الميد، ده الفاينل ندخل عليها ان شاء الله باذن الله يعني مع بعضينا في الفترة اللي جاية، عشان في الميتوكورد مش الميتوكورد اللي هو الامبريولوجي نخليه بعدين، بس بص معايا شوية الصور دول اكتب براحتك يعني هنا بص كده تبقى معلومة حلوة، ده الفرق ما بين الميوزس والميتوزس، ده الميوزس وده الميتوزس، الميتوزس هيدي لك خلايتين في الاخر، الميتوزس هيدي لك اربع خلايا كل واحده منهم نوع بس، الفيرست ميتوزس الفيرست ميوزس الفيرست ميوزس الفيرست ميوزس
الفيرست ميوزس هيدي لك اثنين، تمام؟ كل واحده فيهم هابلويد مش ديبلويد، هابلويد يعني ده عدد مفرد من الكروموسومات، واحد ان هو بدل اثنين ان. وبحسب بعدين يحصل ميوزس ثاني، ميوزس ثاني، الميوزس الثاني هيديني اربع خلايا الحصل النهائي، وكل واحده منهم هابلويد برضه. اما الميتوزس، الميتوزس يديني ديبلويد ثنائي، يديني اثنين وديبلويد. يبقى الميوزس يديني اربعه وهابلويد، الميوزس الاول ثم الميوزس الثاني. الميوزس الاول اللي بيديني اثنين، الميوزس الثاني هو اللي بيدي اربعه، تمام؟ بص هنا حته الفالفا، الليمفاتيك فيسلز فيها فالفا زيها زي الفين، على عكس الارتري هي اللي ما فيهاش الشرايين، تمام؟ فيها فالفا تحصل لها كلوز، بتاخد الدم في وان دايركشن بس كده رايح، ما ينفعش يرجع. يعني الدم لو عايز يرجع، او هنا طبعا الليم مش دم، لو انا لو الفين يعني نفس القصه بالظبط، الدم مش هيعرف ايه، مش هيعرف يرجع فيه. اما هنا الدم مش هيعرف يرجع في الفيسلز دي، في الليمف فيسل اللي هو الليمف مش الدم، الليمف، الليمف اللي هو السائل اللي بيمشي في دي، ما ينفعش يرجع لورا، ياخد الدايركشن يروح لفوق بس يرجع مش هيعرف يرجع، فاهم؟ عامله زي الميادية اللي بتحط فيها المسافات في الحياة الطبيعية، فاكر شو مبارك ولا هي فاكر انت طيب؟ فيشر، الفيشر اللي بيتحط في المكان يرجع. طيب بيقول لك الفرق بين الليمف والفيسل، بيقول لك الليمفاتيك كابيلاريز كلوزلي اسوشيتد ويز بلاد كابيلاريز، بتبقى احيانا متصله بالبلاد كابيلاريز كده، بيحصل فيها بتبقى مصحوبه بالبلاد كابيلاريز او هما ماشيين مع بعض. الليمفاتيك فيسل الثينر بتبقى ارفع شويه من الارتريز، فعلا هي ارفع من الارتريز، وفي وجه شبه بينها وبين الفين. ايه هو؟ يقول لك ان الفين والليمف فيهم فالفا، فيهم فالفس اللي هما صمامات مفيش في الارض. الارتريال فلويد موف ويز ارتريال بريجر، الارتريال فلويد بيتحرك مع الارتريال بريجر مع ضغط الشريان نفسه. اما الليمف والفينوس مفيش ضغط الشريان، مش الشرايين نابضه فيها عضلات. اما الليمف والفينوس ما فيهمش الفين او الليمف، ما فيهمش عضلات. الحركه بتاعت الحاجات اللي جواهم بتساعد فيها العضلات الثانيه، السكريتور سيستم الثانيه، فاهم؟ مش ما فيش بريجر خاص بيها زي الارتري عنده بريجر خاص بيها، تمام؟ هنا حته ثانيه بتاعت مين؟ بالنسبه للكروموسومات والاتصال بتاعها، ففي كروموسومات بتبقى تيلوسنتريك، تيلوسنتريك يعني الكروموسوم يتصل في التيرمينال بار، التيرمينال خالص السنتروسوم موجود في التيرمينال خالص، فبقول عليها تيلوسنتريك الديال يعني. اكروسنتريك يعني قرب النهايه، نير اوف ذا اند. الاكروسنتريك تقول له نير اوف ذا اند، اما التيلوسنتريك تقول له ات ذا اند. طب ميتاسنتريك يعني فوق شويه عن المنتصف، طب ميتاسنتريك او تحت شويه عن المنتصف، لو جالبها تبقى تحت هو كاتبها سب ميتا سنتريك. طيب الميتا سنتريك نفسها، الميتا سنتريك يعني في المنتصف في المظبوط، تمام؟ بس كده احنا خلصنا ونشيل الفيديو بقى، تمام.